يكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. نرحب بجميع متابعينا وحلقة جديدة متميزة من برنامج صوت ملائكي. ضيفتنا المرنمة وفاء كاتوغيزي من أريزونا. يا أهلا وسهلا بالمرنمة وفاء. أهلا وسهلا جنان. أهلا وسهلا بكم. طبعا نشكرك كثير على قبول دعوتنا، وهاليوم نريد نعرف هالخدمة الجميلة المباركة اللي تتقدميها بكنائسنا. متابعينا، مرنمتنا عندها محطتين مهمة بحياتها، اللي هي محطة العراق بغداد بالتحديد وأمريكا. نبديها مع المحطة الحالية في أمريكا. نبدأ على شخص المرنمة وفاء كاتوغيزي. من عام 1997 الوصول إلى ولاية ميشيغان، عاشت بهالولاية 21 سنة، خدمت بكنائس متعددة، واليوم حنتطرق على هذا الشيء أكيد. بعام 2018 الإقامة في أريزونا، يعني بحدود 5 سنوات مقيمة في أريزونا، وإن شاء الله حبيتيها أريزونا مرنمتنا. أكيد أكيد. بعمر 7 سنوات الدخول إلى خدمة الجوق، وإلى حد الآن 35 سنة خدمة جوق، خدمة مباركة، ونتمنى لك الأفضل دائما. شكرا شكرا للجميع. بما أنه لديك خدمة طويلة بالجوق الكنسي، نتمنى سمعين جمهور قناة القيامة هذا صوت الملائكي. صراحة بدي رحبني بترتيلة اسمها Holy God We Praise Thy Name. احنا على طول نسبح الله، هذا أهم شيء في البداية. Holy God, we praise thy name. Lord of all, we bow before thee. All on earth, thy scepter claim. All in heaven, above adore thee. Infinite thy vast domain, everlasting is thy reign. Infinite thy vast domain, everlasting is thy reign. آمين. يسلم هذا الصوت. مرنمتنا، نتمنى تنطين ترجمة لهذه الكلمات اللي استخدمتيها بالترتيلة لمتابعي قناة القيامة الغير ناطقين باللغة الإنجليزية. صحيح، هو هيحكي إنه Holy God، يعني الإله المقدر. We praise thy name، نمجد اسمك. Lord of all، we bow before thee، يعني يا إلهنا إحنا نسجد أمامك. All on earth thy scepter claim. Sorry. All on earth thy scepter claim. كل الخليقة يمجدوك. All in heavens above adore thee. كل اللي في السماء يمجدونك. ترتلين باللغة الإنجليزية، اللغة العربية، وبالكلداني أيضا؟ واللاتيني. نعم. واللاتيني، ما شاء الله. خدمتي كنائس متعددة في ولاية ميشيغان، حنذكر أسامي هالكنائس، نتمنى تحكي لنا شوية على ذيك الخدمة، وأيضا توضحين لجمهورنا هل هذه الخدمات كانت في أزمنة مختلفة أم نفس الوقت تروحين تخدمين بهالكنيسة هالكنيسة. فأول خدمة في ميشيغان كمرتلة كانت بكنيسة مرأة دي الكلدانية، وراعي هذه الكنيسة آنذاك الأب سليمان دنحة والأب ستيفان قلابات. نعم. So بديت من بديته معاهم كان قداس الكبير اللي هو ساعة بالاثناعش. بديته كانت كان المسؤول مالتنا هو الأخ نوفل فاكوز. بعدين وراها حبوا إنه يضيفون
جوقة لقداس العرب اللي هو سعد الأشرف. هذاك الوقت أنا استلمت الجوقة و I believe في حد سنة 2007 وقتها حولت الكنيسة سانت آن. إذا الخدمة الثانية كانت في كنيسة سانت آن للروم الكاثوليك، تمام؟ نعم، تفضلي. بإدارة المسؤول مالتنا اسمه دكتور ديفيد واغنر، والبريست هون كان فاذر باندي. طبقيت وياهم، كانت لأن كانت نفس يوم الأحد، فأنا كنت مثلا قداس يعني الفلداني كان صعب العشرة، قداس اللاتيني كان صعب الوحدة، سو أنا عندي مجال إنه أسوق من مثلا من مكان إلى آخر، يعني إنه أطيق أروح للقداسين في نفس اليوم. خدمت بهالكنيستين كمرتلة فقط أم مسؤولة جوق أو مدربة؟ طبيعة الخدمة. نعم، الكنيسة مار أدي بالنسبة للقداس العربي كنت مسؤولة، بس كنيسة سانت آن للروم الكاثوليك نعم كنت مجرد عضوة. الكنيسة الثالثة اللي كنتي تتخدمين بيها في ولاية ميشيغان كنيسة أم المعونة للكلدان بزمن الأب فواز كاكو والأب فادي فيليب. نعم. طبيعة الخدمة هناك أيضا نتمنى تحكي لنا. أوكي، سو كنت هناك لأنه إرسالية جديدة، فبنفس الوقت كان أبونا فادي محتاج إنه نبني جوقة، فقدم لي طلب إنه محتاج مساعدة، فبدأت معاهم لحد سنة 2011 بوقتها. وبنفس الوقت كنت أخدم هذاك الوقت كنت أخدم ويا مار يوسف همينة. نعم، هاي آخر كنيسة خدمت بيها في ميشيغان؟ مار يوسف وأم المعونة، نعم. أم المعونة، كنيسة مار يوسف بزمن أم أب، لأنه كثير من الآباء خدموا بذيك الكنيسة. نعم، أبونا زهير قجبو بوقتها كان أبونا صميم. نعم، أيضا كنت مدربة جوق أم فقط عضوة بالجوق؟ فقط عضوة. نعم، كان المسؤول مالتنا أخونا راني طلو. نعم، كمسؤولة جوق في كنيسة كلدانية أو خلينا نقول أيضا كنيسة لاتين، إحنا من وجهة نظرك صفات قائد الجوق أو صفات المدرب، هل كان عندك قانون تخليه بالجوقة؟ إيش كانت الأمور اللي تخليها قدامك بحيث ترتبين جدول اللقاء، التراتيل اللي كنتي تنقيها، ردة الفعل أعضاء الجوق إيش كانت؟ أوكي، سو هي طبعاً كل واحد راح يتهم مسؤولية المسؤول، فلازم يكون مسؤول حتى يفهم، بس بنفس الوقت كنت أحاول قدر المستطاع أنه أثقفهم أنه ترى دخولهم. ما معنى تثقيف؟ تثقيف موسيقي؟ تثقيف كنسي أول نعم. مرة تثقيف كنسي، لأنه أول شيء أنت لازم تفهم أنه أنت جاي للكنيسة على مود تخدم، أنت خادم بالكنيسة أول شيء. ثانياً لازم يعرفون أنه أكو نظام، لأنه you know. إلهنا إله نظام، يعني مثل ما إحنا على طول نقول، ولازم على طول إنه يكونون يصلون. أوكي، بنفس الوقت ما يحتاج يكون عندهم خبرة موسيقية، لو مثلاً صوت قوي على مود يجي يدخل الجوقة، لأنه هذه كلها تجي من المدرب نفسه، يقدر يبني هذا الصوت، يقدر يسقلوا وهكذا. تعتقدين الخدمة بالجوق لها عمر معين؟ لا أبدا. أيضا ذكرتي مو شرط الصوت، إذا ماذا يعني الرغبة، الإحساس؟ أهم شيء طبعا
يعني المواهب يعني مرغوبة، بس بنفس الوقت أنه أنت تكون عندك رغبة أنه تجي تدخل بهالمجال هذا، أوكي، تدخل بهالكنيسة هذه، أنه نعم. تريد عندك شيء تريد تقدمه، بس محتاج أنه شخص يساعدك على مود أنت تقدم. فبهذاك الوقت تجي مسؤولية مسؤول الجوقة، أوكي، على مود يعلم بهذاك الوقت، أوكي، على مود ينضج هذاك الشخص. كمسؤول جوق دائما نسمع من عندهم مشكلة معينة يعانون بها، اللي هي عدم الالتزام بمواعيد التدريب خاصة. فبالنسبة لك عزيزي، هذا يعني هذا أول شروط كمسؤولة، إنه هذا أول شرط. نعم. لازم كل مسؤول يتخذه، إنه جوقياها قداس يانو، لازم تكون مسؤول، لازم تكون مسؤول على حضورك، أهم شيء الحضور، لأنه إذا أنت ما ماخذ هذا الشيء كشيء يعني سيريس، ما راح تطيق تكمل، ما راح تطيق تكمل. وكثير من الجوقات أغلبيتهم يبدون بأعداد كثيرة، وبالنهاية تشوفين يتغربلون، ما يبقى إلا اللي يعني من صدق ناوي إنه يخدم، ناوي إنه يقدم. خدمتي في ولاية ميشيغان كناس متعددة منا بنفس الزمن، فإحنا على سبيل المثال يوم الأحد كان نص النهار بالكنيسة ينقضي، تمام؟ نعم. كان عندك طاقة تخدمين هالقدشة؟ الروح القدس من يشتغل beautiful. It's a beautiful feeling، لأنه ما تحسين بالتعب، بنفس الوقت يرتب لك الجدول مالتك، خصوصا إذا عندك عائلة، إذا عندك مدرسة، إذا عندك أي شيء، هو ينظم لك إياها بشيء يعني لا يوصف. ذكرتي اسم عائلة، فننطي معلومة جميلة جدا لمتابعينا. المرتلة وفاة كتو جيزي متزوجة من الأخ دوريد جيزي، وعدها ماريا وجوزيف، يعني مريم ويوسف، ما شاء الله. أحكي لنا على هالعائلة الجميلة، دعم الزوج لك بحيث ينطيكي مجال تقدمين هلقد خدمات حلوة مباركة للكنيسة، وأيضا الأبناء أو الزوج يرتلون. اوكي، سو انا عندي بالنسبه لدريد، هو بس مجرد سند كلش قوي لي، يساعدني كثير، يعني مثلا شلون اقول لك، ينطيني جو مناسب، يعني يمنحني جو مناسب على مود اقضي وقت، انه يكون عندي وقت انه احضر رسالتي، خدمتي. لو مثلا على سبيل المثال، مثلا عندي يوم الأحد راح تكون عندي خدمة، عندي أو مثلا يوم الجمعة راح يكون عندي تدريب، بس أنا قبل موعد التدريب، أنا هذا الوقت لازم يكون بالبيت كله هدوء، ماكو أحد، فهو شي يسوي، ياخذ الأولاد، يطلعهم، يشغلهم على ما أنا أخلص تحضير مسؤوليتي. نعم. وبالنسبة لجوزف وماريا، جوزف يرتل، مع أنه هو بعده يعني عمره 6-7 سنين، ماريا ترتل همينة بس مو كثير، قليل. ترتلين بالبيت أيضا؟ أكو ترتيلة معينة دائما العائلة يطلبوها من أدكي؟ ومن رتل فقط صلى مرتين مرتلتنا. آمين آمين آمين. على طول يعني هو بالنسبة لدريد يطلب من عندي على طول أنه أصلي السلام عليك يا مريم، بس هو يعجبه باللاتيني. نتمنى نسمعها جزء منه. Ave Maria gratia plena Maria gratia plena
Maria, grazia plena, Dominus tecum. آمين يا رب. طبعا شفاعة العذراء مريم مع الجميع مرتلتنا. أكيد أكيد آمين. ميشيغان، أتكي خدمات أخرى قدمتيها لكنائسنا؟ بالنسبة لميشيغان، كنت بس مجرد أشارك بأمسيات يعني ميلادية، كانت قعدت هو بس هذه، بس كان عندي خدمة ثانية الغير يعني فريق كنت أخدم معهم، فريق المحبة والسلام بإدارة الأخ غسان بطرس، يعني بس هذولي. أكو أمسية معينة لهسه بالكي يعني متميزة، ولو كلها متميزة ولكن حدث معين؟ اي نعم، كانت وقتها خدمنا ويا الاوبرا، كانت بوقتها اسمها سيمفوني ان دي، فكانوا بوقتها طلبوا اختاروا كنيسة مار يوسف انه يشاركون بوحدة من التراتيل الطقسية اللي هي نشكر ونسجد، فشاركنا معاهم هالشيء هذا، بيا لغة؟ كانت بوقتها باللغة الكلدانية. نتمنى سمعين جزء أو رد منه حسب الذاكرة. شكر وصف، ما أذكر بالضبط، ما أذكر. ولكن الصوت والإحساس جميل جدا، تسلمين عزيزي. المرتلة وفاء كاتوغيزي، لمن وصلتي إلى ميشيغان؟ أنت جاية من العراق، مجتمع شرقي إلى مجتمع غربي أمريكي، وبعد من عام 1997 الجارية ما أعتقد بذاك الوقت كانت كبيرة مثل هسة، اندماجكي مع المجتمع ما شاء الله، رأسا بديتي بالخدمة للكنيسة، التجأتي للكنيسة، فنتمنى نعرف الكنيسة شقد كسرت يمكن الغربة، الشعور بالغربة، وأيضا حصلتي على شهادة معينة، بنيتي شخص المرنمة وفاء كاتوغيزي كمجتمع. نعم بالبداية طبعا، طبعا اللي يمشي مع المسيح ماكو كثير صعوبات، يعني انا دا احكيها انا عن تفضلي. خبرتي انا مع المسيح، آمين. ما شفت كثير صعوبات. الشيء الوحيد اللي كنت مركزة عليه انه نمط حياتي اللي كان ببغداد من سابع المستحيل، لو ما يكون ما راح اغيره، راح احاول قدر المستطاع، طبعا قوة يسوع، قوة الروح القدس، وعلى طول كنت اصلي اوكي انه الله يساعدني على مود لا تكون مقابلي يعني اشياء تعثر طريقي، نعم فما واجهت صعوبات يعني، بحيث حتى انا بديت اتذكر بوقتها يعني بديت مدرسه، لانه بديت اعداديه من ميشيغان، وبعدين وراها كملت كليه، تخرجت كميديكال اسيستنت، بس بنفس الوقت الكنيسه ابد 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 يعني ما اتذكر يوم تركتها. آمين يا رب. حاليا في ميشيغان طبيعة العمل مالتك أيضا في مجال الطب؟ نعم، ايضا في مجال الطب. الإقامة في أريزونا كانت في عام 2018، وذكرنا هذا الشيء بداية اللقاء. بدأت الخدمة في كنيسة العائلة المقدسة للكلدان ولحد الآن، ونتمنى تحكين مرتلتنا وفاء كاتوغيزي على طبيعة هالخدمة. أنا كعضوة بكنيسة العائلة المقدسة، الآب المسؤول علي هو آب أوراهام منصور، سلام عليكم. والمسؤول في قبالتنا هو الأخ رامز زيباري. أنا مجرد عضوة هون،
أرنم عادي سوبرانو، وبنفس الوقت همينة أخدم في كنيسة Our Lady of the Sun. القسم مالتنا هو Father Grenethal، المسؤولة مالتنا هي Sister Newell Murray. إذن خدمة في كنيستين. حضرتك حسب علمي عضوة في أخوة تريز الطفل يسوع عيش بالحب. نعم. حكينا على هالعضوية، ليش اختاريتي هالأخوة، الاستفادة الروحية اللي تتحصلين من عنده، وأيضا نتمنى تحكين من هو المسؤول على هالأخوة إذا كان ألماني أو مرشد روحي أيضا، من هو؟ هي مرشدة روحية همينة، لأنه بالنسبة هي اسمها لينا، لينا إبراهيم، وطبعا أكيد سلامنا إلها. هي دعتني أنه أدخل بأخوية تريز الطفل يسوع العيش بالحب، فأنا مرتلة هونك همينة كسوبرانو. يعني فتشي حلو، لأنه هاي الأخوية أكثر شيء نركز على الرياضة، رياضة روحية، على أمسيات دينية تتضمن قراتيل، تتضمن تأملات، فتشي كلش حلو أنه يعني شرقة تنبتين روحيا مثل السماد الروحي الكي. نعم، أدكي مشاركات أو نشاطات أخرى كأمسية تراتيل على سبيل المثال؟ حاليا لا. في أريزونا بشكل عام؟ في أريزونا لا. نعم. محطة العراق، الأب والأم من تلكيبة مرتلتنا مولودة ومترعرعة ببغداد. الأب والأم من العراق، بس يعني أصلا يعني أبوه وأم متلكين. نعم، سلامنا ألم. أول خدمة كانت بعمر 7 سنوات في كاتدرائية القديس يوسف لللاتين السنتر. نعم. هاي بديتي بهالخدمة من عام 1987 إلى 1997، يعني إلى عام مغادرة العراق، سنين طويلة وكلتنا آذان صاغية. اوكي، سو بديت كاتدرائية اللاتين مار يوسف السنتر. كان المسؤول علي ابونا بولس دحدح، والاب يوسف توما اللي هو مطران حاليا كركوك السليمانية. نعم. والاب يوسف سلامنا له اكيد. والمسؤولي مالتنا كانت بوقتها سلافة حداد. سلامنا إلها أيضا. سلامنا إلها أكيد. وبعدين الحلو بالجوقة ما لكن إنه كل شخص، كل مسؤول من يطلع يعلم اللي وراه، أنا متياخذ المسؤولية. فوراها أجت فرح النودي، سلامنا إلها، هسه هي بنيوزيلندا. نعم. ورا فرح حنودي استلمت لينا ابراهيم. اوكي، وكان مساعد مالتها هم اللي يدرب معاها اسمه جوزيف بحقوشي. شو اكتسبتي من ذيك الخبرة؟ ذكرتي عدة اسماء اللي هم قادوا الجوق بالسنتر، كلتهم عندهم ثقافة موسيقية، فهالثقافة الموسيقية أيضا انعكست يمكي؟ تعلمتي آلة موسيقية على سبيل المثال؟ ماذا عن النوطة؟ البيانو طبعا أكيد. أنا أعزف أكثر شيء عن النوطة. نعم. بس مو ما مارسته كثير، بس بالنسبة كعزف، بالنسبة كنوطات، بالنسبة كهارموني، الأشياء هذه، لأنه من صغري أنا الأساس مالتي كان قوي، لأنه معلميني كانوا أساس قوي، فصارت عندي مثل يعني تجي ناتشرال. نعم. تكون عندي ناتشرال، يعني ما يحتاج مثلا إذا أريد أسوي هارموني، إذا أريد أسوي أي شيء تجي ناتشرال، يعني ما يحتاج بشكل طبيعي. بشكل طبيعي. نعم. بالضبط، بشكل طبيعي.
أساسي قوي. بس هذا الشيء اللي أقوله، أنه روح القدس من يريد يشتغل يشتغل كلش حلو. آمين يا رب. إذا آمين. مرتلتنا، لديك ثقافة موسيقية من أيام العراق وبالتحديد من جوقة السنتر، هالثقافة عكستيها كخدمة مدربة جوق بكنائسنا في ولاية ميشيغان؟ أكيد أكيد، هو على هذا الأساس وقت اختاروني إنه أكون مسؤولة جوقة، لأنه عندي هذولي ما أقول إنه كثيرة، بس الشيء اللي أنا تعلمتونه من السنتر نقيتونه لغيري، وأنا من نوع يعجبني إنه أشارك، لأنه بالنهاية هو مو مالتي، هو كلته المجد الله، كلته يعني كلها مواهب الروح القدس ياها، آمين يا رب. فمو فتشين ما جايبي أنا فتشين من عندي. من الثقافة الموسيقية اللي شفتيها مهم نقلتيها إلى أعضاء جوق علمتيها، شنو هي النقاط المهمة اللي استنقيتيها أكثر من البقية يعني من التعليم؟ أهم كتعليم أهم شيء هو السولفيج، انه يعرفون ايش كي يقولون، يعرفون انه اكو نوتات موسيقيه، اكو سلم موسيقي لازم يمشون عليه، وبنفس الوقت انه لازم يتدربون كعضو، لازم يتدرب سولفيج ايش قد ما بينه، يتدرب ايش قد ما بينه، يسمع على مود اذانه تكون قويه. بالنسبة لكي مرنمتنا وفاء، هل تدربين لحد الآن صوتك أو أذنك؟ نعم أكيد قد تأخذ أكيد، وقت؟ يعني كل يوم تقريبا تخصصين ساعة على سبيل المثال؟ هي مو قضية ساعة، هي قضية إنه تقريبا كل الوقت أنا يعني كل ما أكون يعني لحالي مثلا على طول لا إراديا تجي ترتيله، لازم هذا الصوت لازم تتداولين، لازم على طول تقوينه. نعم. وبالنسبة للسولفيج هذا طبعا لازم يكون عندك سولفيج على طول، يعني خصوصا قبل ما تخدمين القداس، قبل ما هذا لازم يعني يكون شيء اساسي قبل ما تبدين بالخدمه. بمعنى آخر، قبل ما تبدين القداس تسوين تحمية للصوت هالشكل؟ نعم نعم، احماء الصوت كلش ضروري، لانه خصوصا اذا عندي قداس مثلا الخدمه مالتي تكون مثلا قداس يبدي الساعة بالثمانية وش الصبح، سو هذه أنا لازم أكون قيمي أقليس الساعة 6، أوكي محضرة نفسي، بعدين وراها رايد أواي أبدي أحماء صوت، أوكي بعدين آخذ بريك، أوكي هذا طبعا الأحماء صوت هي بالسيارة، أوكي على مود أستغل الوقت لأنه عندي أطفال لازم أحضرهم، أوكي فما عدا هذا، لما أوصل للكنيسة هذاك الوقت نبدي another solfège. اوكي بس هذاك الوقت راح يكون ويا الاعضاء، فلازم كلش ضروري احماء الصوت كلش ضروري. نتمنى الآن سمعين جمهورنا إحدى التراتيل. بس راح ارتل وحدي من التراتيل اللي هي كلش عزيزه على قلبي، اسمها يمشي حمريا، آمين. هي يمشي حمار يا ونفاسك يا نعم وطاقة من رحمة مليا عمن حطايا لبيت لدي يوخ سنيق ليل لحنين قد لفوخ عمن حطايا لبيت مديوخ سنيق ليل حنين قد لفوخ. آمين يا رب. تسلمين. لمرتلتنا طبع متواضع، من نسأل عليا
دائما يقولون وفاء طيبة ماكو مثله، فهل طيبة شلون بنيتيها بهالشخصية الحلوة؟ لأن نتمنى كلتنا يكون عندنا هالشكل شخصية محبوبة بالمجتمع. آمين آمين. هي أكيد تجي من الله، شكر الله، شكر للعذراء، آمين. شكر للروح القدس. يعني هي أنا ما أنا اللي بنيتها، هي تجي طبيعية، هي تجي من الله، أنه لازم تكونين طيبة، لأنه إذا ما تكونين طيبة لازم تعكسين صورة يسوع، لأنه إذا يعني خصوصا كمسيحية لازم تعكسين صورة يسوع على مود اللي مقابلك يشوفون هذا النور. آمين يا رب. أيضا تنشوف خلفك تمثال أمنا العذراء مريم، آمين. ترتيلة للعذراء حسب الذاكرة. صبوك يا مريم غاية المنى، يا أم المعظم كوني أمنا، أنت عذراء أنت أمنا أنت عذراء أنت أمنا. آمين. تسلمين مرتلتنا. آمين. وصلنا لنهاية هذه الحلقة الجميلة المباركة، فكلمة أخيرة لجمهورنا المتميز، جمهور قناة القيامة، وأيضا نصيحة لكل مرتل ومرتلة تتابعون هذا اللقاء. أوكي، بالبداية أشكر يسوع والعذراء أنه منحوني هاي الفرصة أنه أكون معاكم هاليوم، وأشكر قناة القيامة وفتنة جنان أنه ساعدتموني أنه أنشر رسالتي وأنشر الخدمة مالتي، وأريد أقول لكل أحد، لكل شخص موجود و يعني لازم أنه تخدمون كنيسة محتاجة، أكو كثير مجالات بالكنيسة لازم تخدمون أحسن من القاعدة بالبيت، فتعالوا اخدموا كنيسة محتاجتكم. سلامنا لجميع أبنائنا في أريزونا مرتلتنا، ونتمنى لك الأفضل دائما. شكرا شكرا. متابعينا نشكر حسن تواصلكم معنا. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. آمين.